بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. عندما يبدأ الصراع بالأسود وينتهي بالديوك، إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 674. بدأتها بصراع الديوك الأسود الأسود وتنتهي بالديوك. بفكر يا إبراهيم كتير إيش سر الشغف الهائل ده بكرة القدم. لماذا يتحول العالم إلى جنون فيما يتعلق بالرياضة وألعاب المضمار وخصوصا في كرة القدم؟ سرحت كده لقيت إن دي حاجة مرتبطة بالتاريخ الإنساني. كان زمان صراع الأسود مع العبيد، والعبيد مع العبيد، والحكام يقعدوا يتفرجوا على هذا الصراع والناس بتحتشد وقتل وموت وشغف جامد جدا. بعدين بقى سمه صرعة التيران، وبعدين بدأنا نتحضر فبدأنا نلعب ألعاب مضمار. لكن وصل الشغف إنك أنت بتعمل إيه؟ سباق الأرانب، وسباق الكلاب، وسباق طبعا سباق الخيل، وبعدين سباق الديوك اللي بتموت بعضها. إذن هذا الصراع بيعمل إيه في الإنسان، في البشر؟ لازم حد يقول لنا لماذا يعني يتعلق البني آدم بهذا بفكرة الصراع فكرة الصراع المحموم.